هل يستطيع ذلك؟ هو أكيد إحنا نأخذ على مرحلتين. أولا الرئيس جو بايدن يشهد انخفاض في شعبيته وخاصة من الحزب الديمقراطي. 65% من الشباب الأمريكي أو ما دون 30 سنة هم يفضلون عدم بقائه. هناك تحديات أيضا على المستوى الداخلي الأمريكي، انتخابات نوفمبر لمجلس الشيوخ ومجلس النواب أو مجلس الشيوخ بمجلسي، التحديات الوضع الاقتصادي، ارتفاع سلاسل الغذاء والتوريد، ارتفاع أسعار الطاقة، فهو يواجه فعلا تحديات على الداخل، وخطاباته قد تكون